الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزيرة، قامت وزارتكم مشكورة بتفعيل برنامج لتبسيط مساطر التجارة الخارجية وتعميم التبادل الإلكتروني للبيانات. ما هو تقييمكم الأولي لهذا المخطط؟ شكرا. تفضل السيدة الوزيرة الجواب. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. إذا بخصوص هذا يعني تبسيط المساطر التجارة الخارجية، هي من أولويات الحكومة، خاصة وأنها داخلة في الاستراتيجية الحكومية لتحسين مناخ الأعمال. وشكرا. تعقيب السيد النائب المحترم. مشكورين على جوابكم سيدة الوزيرة، لكن أسباب نزول هذا السؤال الغرض منه هو التذكير بأهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة عند مصادقتها على المخطط الوطني للتجارة الخارجية الذي يعد الأول من نوعه. ونحن فخورون عن الفريق الحكومي ديالنا اللي اشتغل على هذا المخطط طيلة الفترة الحكومية السابقة، ومن أبرز ما تضمنه الشباك الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات التي دخل حيز التنفيذ بمجرد دخول هذا المخطط إلى حيز الوجود. سيدة الوزيرة، بعد دخول هذا الإجراء إلى التطبيق فإن المرتفقين للأسف يعانون للتأخير في تسلم رخص الاستيراد والتصدير عن طريق بوابة بورتنيت. اليوم سيدة الوزيرة يوجد تأخير كبير، ربما ليس على مستوى وزارتكم وإنما على مستوى وزارة أخرى، مما ينعكس سلبا على نشاط المستثمرين. هناك ملفات تنتظر. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟